قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فضل صلاة الوتر. صلاة الوتر ذكر أهل العلم أنها أفضل الرواتب، يعني أفضل من حتى سنة الفجر. بعضهم قال أن سنة الوتر أفضل من سنة الفجر، فالإنسان يحافظ على الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر أبدا صلى الله عليه وسلم، لا في سفر ولا في حضر. واختلفوا في ليلة واحدة وهي ليلة مزدلفة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر أو لم يصلي الوتر في تلك الليلة. فالقصد أنه صلاة الوتر يعني من أهم الرواتب التي يصليها هي من قيام الليل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي الوتر. نسمع الأذان.